الكريم من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام لكرة القدم يقدمه وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشؤون المالية الأستاذ ملال بن حيدر المحافظ البحسني نظير دعمه للمنتخبات الملوكية التي عسكرت في مدينة المفلا ومحافظة حضرموت. كذلك أيضا التكريم لحاج محمد عمر باوزيرة. أيضا هنا كذلك أيضا التكريم لأحمد صالح سعيد بن فاضل. أيضا لجنة بطولة كأس حضرموت مكرم صالح عبد الله صنع. التكريم لصالح عبد الله صنع. كما تكرم أيضا اللجنة ياقوت كرامة خير الله. كذلك أيضا التكريم لصالح عبد الله باشعيب. التكريم هنا أيضا لجسلم عوض جمعان حبيش. كذلك أيضا تكريم لعوض سالم البهريشي. وأيضا التكريم لصالح سعيد باحشوان. كما تكرم اللجنة أيضا محمد عمر بن همام عمارو. كذلك أيضا التكريم لسالم عوض باوزيرة يرحمه الله. أيضا تكريم لحسين محمد العيدروس.
كذلك ايضا تكريم لخالد عبد الله سالم العامري. كذلك ايضا تكريم لمحمد عوض بخضر. Come on.
Yeah.
البطولة. يتفضل أولا وصيفا للبطولة نادي سمعون. هنا وصيف هذه النسخة الآن يتقدم لتكريم، وهنا في المنصة تكريم أفضل حارس خلال هذه البطولة حارس نادي التضامن سالم عبد الله بنافع. الآن يتجه نادي سبعون وصيف هذه البطولة السادسة بالكأس حضرموت للتكريم. الآن يتفضل كابتن فريق نادي سبعون لاستلام كأس الوصافة أو الوصيف. وفي هذه اللحظات صعود بطل هذه النسخة السادسة من بطولة كأس حضرموت نادي التضامن الرياضي. يتقدم هذه الكتيبة الزرقاء كابتن الفريق عمار التدي. Thank you.
إذن الآن سترفع كأس هذه البطولة السادسة التي حازها نادي التضامن الرياضي هنا، يسلمها محافظ محافظة حضرموت راعي هذه البطولة لكابتن فريق نادي التضامن عمار الكندي. وهنا أسدل ستار عن هذه البطولة السادسة من كأس حضرموت التي جمعت عنوان حضرموت تجمعنا، ألف مبارك لنادي التضامن وهردلة لنادي صنعون.